عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم جيتكم بوصفة جديدة. اليوم كما تلاحظوا مش نعملوا الملح والزيتون الأكحل جويد هذية، مش نملحوه مع بعضنا. اليوم مش نستعملوا طريقة، كل مرة نوريكم طريقة في تمليح الزيتون. لهنا نستحقوا عنا كمية متاع زيتون، نستحقوا لهنا سنينة ثوم، دي رونديل متاع عصير ليمون حامض، وعندنا لهنا الملح. ونبدأ تويكة على بركة الله. الزيتون لهنا عنا بليناه مدة 4-5 أيام باش ينحي المرارة متاعو. المهمة المرحلة هذه بلوها في الماء، وكل يوم نبدلو الماء متاعو ونخليوها هكاكا توا مدة 4-5 أيام. والزيتون متاعنا توا لازمنا نملحو، ناخذو كمية متاع ماء نرمي فيها 5 مغرفات ملح، نجمو تعملو الملح الخشين. حركوها هكا بالباهي لين يذوب لنا شوية الملح. نجمو هنا نعصرو لي رونديل متاعنا متاع القارص، فما استيس حبيت نوريها لكم يعتمدوها جدادنا. توكير من الملح، ناخذوا لهنا بيضه يكونوا خاصلينها بالباهي، نغطسوها في وسط الملح هكايا في وسط الماء اللي عملنا فيه الملح. اذا قينا البيضه طلعت هكايا الفوق وعملت هكايا شويه، معناتها هذاك الملح نتاعها مريقل. اذا قينا كعبه البيضه نتاعنا اللوطه وما طلعتش كيما هكايا راهي ناقصه ملح، نزيدوا شويه ملح. ان شاء الله تكون واضحه في الصوره. برشا تقولك انا من عاش قداش نرمي الملح، برشا شويه يجيني مالح يجيني مسوس. تنجم تعتمد الطريقه هذه كما تلاحظوا هكايا تبدا دائره صغيره ظاهره من البيضه. توا نقيموا البيضه نتاعنا، ناخذوا الزيتون نتاعنا نصبوه في المزانة. ماذا بينا نستعملوا مزانة تكون باللورية، تكون صحية خير. هذه هي أبسط طريقة أسرع طريقة. كما قلت لكم كل مرة نعمل لكم طريقة نهبطها لكم على القناة. نرمي كيما هكا دي ترونش تاع القارص. عنا لهنا سنينات ثوم قصوهم هكايا هما زادا على 4. بينا المزانة متاعنا كيما هكا هكا. نصبو الملح الماء اللي حلينا فيه الملح وشوية ليمون حامض.
تو استي صخره كيما اللي حظو ساعات تقول لك ملحت الزيتون وجاتني كيما هكا تبقى بيضه فوق الزيتون متاعي. هذه الاستيس هذه نصبو شويه من زيت الزيتونه كيما هكايا، زيت يخلي ما يخليش الهواء يدخل في وسط المصدانه نتاعنا وما يفسدهاش. تويكا نسكر عليها بالباهي ما نخليولهاش الهواء، وتكون هكايا الزيتونه نتاعنا حاضر للتمليح من با 15 يوم ويكون جاهز للاستهلاك. كمل بنفس الطريقه، كمل نصب الزيتون نتاعنا. نرمي لي رونديل تاع القارص، نينيت ثوم، ونكملو نصبو ال الماء نتاعنا. قلت لكم صبوا شوية الزيت، نسكر عليها يا زيدا. هذوما زيزناتنا تويكا حضروا، خليناهم هكايا خليهم مدة 15 يوم كما قلت لكم ويكون صالح للاستهلاك. تويكا كملنا الفيديو متاعنا، ما تنساوش باش تعملوا لي ابوني وتعملوا لي تنزلوا على الجرس باش كل ما نهبط حاجة جديدة تجيكم نوتيفيكاسيون وتقعدوا تتبعوا في الجديد متاعي. ما تنساوش باش تشجعوني بالجيم وتعملوا لي كومنتير، وفي وصفة قادمة إن شاء الله.